لازم يعني مثلا ايه ممكن كل شهر مرة كده، هل كده عليه اسم عشان بسبب الظروف، ظروف شغلي او ظروف هاي. يعني أنت مطلق وأبناؤك عندها، والولد أنت تشوفه في الشهر مرة. طيب بالظبط هي يعني مش أنت تعطي النفقة كاملة أو مخفضة؟ لا، انا بعطيها كل النفقات، ما فيش اي مشاكل في النفقة، بس يعني انا بحب اسال عليا وزر لا لا لان لا، ليس عليك وزر، ليس عليك، الطفل يعني ليس عليك وزر إذا تأخرت رؤيتك للطفل لانشغالك.